الناشط روان سالم من بابل وثقت مقطعا مصورا بالقرب من ملعب بابل الذي تحول إلى قطعة متروكة من الأرض وهي مهددة بأن تستثمر وتحول إلى مول أو أي شيء ربحي آخر، بدلا من تطوير الملعب لدعم الرياضة والشباب للقضاء على أوقات فراغهم والظواهر المتعلقة بذلك مثل ظاهرة الانتحار. هذا ما قالته الشابة، وهناك المزيد نتابعه في المقطع الآتي. هذا المات الخلفي كان اسمه نادي بابل الرياضي، واللي شكل جزء من الذاكرة الحلية. تحول بين ليلة وضحاها من صرح رياضي عمره 60 سنة إلى أطلال، ضاعت وياه كل الذكريات الجميلة والأسماء اللامعة اللي حفرت اسمها في عالم الرياضة. الحكومة بدل ما تزيد من النوادي الرياضية ومراكز الشباب حتى تخفف من آثار البطالة والفراغ وتعالج حالات الانتحار واليأس وتعاطي المخدرات، قررت أن تحيل النادي للاستثمار، وكأنه النادي فائض عن الحاجة والرياضة ترف لا مبرر له. ليش هذا التخبط؟ الرياضة مو بفلوس، الرياضة للجميع. منو أنطى الحق للوزارة أن تتجاهل رغبات الشباب وحاجاتهم النفسية؟ ليش ما أعادوا بناءه؟ ليش ما بنوا بقاعات جديدة؟ ليش ما دعموا رياضيا حتى يبقى متنفس للشباب؟ هذا النادي راح يتحول للاستثمار، ويوما ما زعماء هذا الوطن راح يتحولون إلى تماثيل من الشمع في متحف كبير يقص للأجيال حكاية وطن ضاع دمه بين قبائل الفساد.